صدق ولا بد ايه؟ ولا بد ان تصدق. خدنا جوانب كتيره من حياه البابا كيرلس، وخدنا دروس نافعه من التزامات البابا كيرلس اللي وصلته السماء. لكن انا بس هقول لكم بعض اسرار البابا كيرلس اللي دفعته لطريق السماء دفع. اهم حاجه في حياه البابا كيرلس انه لم ينسى انه راهبا. تقول له انت بقيت بطرك، تقول له اقعد نجيب لك ناس يخدموك، تقول له نجيب لك ملابس معرفش ايه، يقول لك احنا رهبان يا ابني. في كل مواقف حياته الغالب عليه ان احنا رهبان، حتى في طريقة اكله. يعني مرة اتسأل سؤال من ولاده اللي حواليه، يا سيدنا بيدخلوا لك ربع فرخ ما تعرفش تنصر ربع فرخة وتاكله؟ كان رده، أمال هنسيب ايه للعلمانيين يا ابني لما احنا نعمل كده؟ لا يا ابني، بيعملوها اهل العالم. احنا الراهب يغلب علينا القناعة في طريقة الاكل. عشان كده لما كان ياكل حتى رز مستحيل المعلقة بتاعته تخبط في البتاع، ما كانش طبق، كان وحدة من وحدات العمود. كان ياكل، فكان في أكله رقيقا رقة الملائكة. احنا رهبان يا ابني. ومرة أذكر دخلنا له تفاحة وبرتقانة أكلها، تاني يوم تفاحة وبرتقانة، أخذ البرتقانة كلها. وأنت سيدنا ما بتحبش التفاح، يقول لك إحنا رهبان يا ابني، نحط في البطن اللي يمشيها مش اللي هي تشتهيه. مش بطني عايزة ايه، لا انا قد بطني الشيء اللي يقدر ايه يشغلها بس. وبالتالي كان البابا كيرلس مدرسة في كيف يفهم الانسان الرهبانية الحقيقية. ده كان البابا كيرلس لما يخش يفرش المسبح. انا افتكر مرة واحد من الشمامسة كده طلع لنا في المقدر وقتها، وقف جنب سيدنا بدأ يفرد له اللفايف لسيدنا ويناول سيدنا عشان يفرش. سيدنا قال له ما تتعبش نفسك يا ابني، انا هعرف افرد اللفايف. القصد من كده ان انا حتى لو تعبت شوية ما انا باخد بركة المسبح وبركة فرش المسبح وبركة خدمة المسبح. لا يشعرك بانه سيد، انه ويقول لك ده انا يمكن قلت لكم الحكاية اللي جاية دي. في يوم مسك الكمبيوترية بتاعت الجرس وبيرن جرس في ايده، عشان هو كان راجل كبير برضه، الجرس رن فترة يعني، فكل الاخوة اللي موجودين حواليه طلعوا يجروا، سيدنا في الجرس جامد فيه ايه؟ لحسن يكون وقع يكون،
كله جري، عم وديع جري وعم فهيم جري وعم عزم جري ورفع كله. وهو كان له ضحكة، لما يضحك ضحكته كانت تشعر الإنسان بالفرح، وابتسم كده وقال ايه، قال الله 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 الله، كلكم جيتوا مرة واحدة، هم 10 في خدمته وبدوم لغاية ركبته. بس شو بس وداعة الراجل، صدقوني كانت ضحكته ضحكة رهبانية. يعني أولا لم نسمع البابا كرولوس في يوم الأيام النكتة، لأنه راهب، يقولك احنا رهبان يا ابني، ولم نسمع البابا كرولوس يضحك بكحكحة بصوت عالي، لكنه كان بشوشا. وفي يوم الأيام يعني ربنا بعت له جلبية حلوة وده لبسها كده ليه، الله الله حلو عليا الجلبية، ولا حلوة الجلبية، يا سيدنا تعيشوا الدواء، طب خايل عليا، أسئلة ما يسألهاش ايه عيل صغير، يا سيدنا تعيشوا الدواء، قال لك الله يا ابني الله، بسكوتة تبقى عروسة، لا يا سيدنا انت زي الفل تام بجد يا ابني، طب انت امسك يا ولد الجلابية دي تدفي. لا قد ايه كان الراجل ده فعلا الرهبنة متأصلة في دمه. البابا كرولوس كان يسلك مسلك الرهبان في عمة بطرك، وكان وديعا إلى أقصى درجة. يعني مرة زعق على موضوع معين، فأبونا اللي بيزعق معانا طلع برا صعب عليه بكى. صدقوني مفيش 10 دقايق لقينا سيدنا خارج من أوضة الصالون ورايح نكتب مكتب الوكيل، فين أبونا فلان يا ابني؟ سيدنا خير سيدنا، فين أبونا؟ موجود سيدنا موجود. يخش يقول له أنت زعلان يا أبونا؟ حقك عليا، أخطيت حليني. أبونا مردش، رد تاني، أنا أبونا بقول لك أخطيت حليني. أبونا الوكيل قال ما ترد على سيدنا، قال له العفو يا سيدنا. فاللي أنا عايز أقوله، كان البابا كيرلس لم يغيب عن ذهنه إن هو إيه؟ راهب ليس له مطلب في الدنيا، وليس عشان كده لم يخطر بباله إنه لما يموت يعملوا له مزار. هو كل اللي طلبه ساب وصية أن يدفن في دير مارمينا، ودير مارمينا وقت ما سابه البابا كرولوس كان أفقر الأديرة، كان لسه طالع، ما كانش فيه دير اسمه دير مارمينا، هو اللي عمل الدير ده، وكانت إمكانياته قليلة. لكن تعالوا النهاردة روحوا زوروا دير مارمينا، تجدوه قلعة من قلاع الأديرة، والناس كده يعني حتى قبل المجمع المقدس ما يعترف بأن البابا كيرلس قديس، كنا لما نعمل رحلة مريوط نقول لك الناس يقولوا احنا رايحين دير البابا كيرلس، رايحين دير البابا كيرلس، يا عم اسمه دير مارمينا، دير مارمينا والبابا كيرلس، البابا كيرلس لقد اكتسب الدير شهرة وبركة وصيت حسن، ويعترف المجمع بأن البابا كيرلس قديس ويتعمل له كنيسة كبيرة جدا في دير مارمينا، حاجة كده لا تخطر على بال الإنسان، لأن الله يكرم قديسيه بصورة باهية ويعطيهم حياة مجد اسمه القدوس. وصدق
فلا بد أن إيه؟ أن تصدق. وإذا مش مكاني أكون جنبك، ولا كنت أستاهل عظيم حبك، لكن دعتني أنت، تبنتني واللي حميني فيض جنبك. وإذا مش مكاني أكون جنبك، ولا كنت أستاهل عظيم حبك، إذا مش مكاني أكون، ولا كنت أستاهل عظيم حبك، لكن دعيتني، لكن دعيتني واللي حميني حنان قلبك. ازاي دي تيجي واكون ابنك وانت تصورني، وازاي دي تيجي واكون ابنك أنا الشرير عبد وحقير، واللي حميني فيض جنبك، واللي حميني حنان قلبك، ده مش مكاني أكون، ولا كنت أستاهل عظيم حبك، ده مش مكاني أكون، ولا كنت أستاهل، لكن دعيتني، لكن دعيتني انت، تبنيتني فيض جنبك، واللي حميني حنان قلبك، خلاص مجاني اعطيتني، وبروح قدسك خلاص مجاني، وبروح قدسك وملتني، غيرت طبيعتي حافظ، غيرت طبيعتي واللي حميني فيض جنبك، وده مش مكاني، ولا كنت استاهل، وده مش مكاني اكون جنبك، لكن دعيتني، لكن دعيتني واللي حميني بحب أبدي محاصرني، بحب أبدي محاصرني،
بحسب قلبك واللي حاميني فيد جنبك وإذا مش مكاني أكون جنبك ولا كنت أستاهل عظيم حبك وإذا مش مكاني أكون ولا كنت أستاهل لكن دعيتني انت تبنيتني واللي حاميني واللي حاميني باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد له كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد أمين. 30 أسبوع بنتكلم عن الطريق إلى الله. يمكن حد يقول لي كتير، لا ده العمر كله نتكلم عن الطريق إلى الله. من أجل الطريق إلى الله ناس خرجوا البرية ولم يعرفوا أحد. أنبى بولا وطلع البرية ليه؟ من أجل الطريق إلى الله. أنبى أنطونيوس قديس سمعان العمودي اللي عاش فوق عمود، قديس أندرقاس أبو الليف، أنبى بسنتأوس في برية الأساس، أنبى هدرة الأسواني، كتير 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 عاشوا كل حياتهم من أجل الطريق إلى الله. أنا هسأل سؤال، أنت وإنتي عملت إيه من أجل الطريق إلى الله؟ هل بديت أم لم تبدأ بعد؟ إن كنت بديت اسأل نفسك السؤال الثاني، هل استمريت ولا رجعت تاني؟ وإن كنت استمريت هل نميت ولا توقفت عند درجة معينة؟ وإن كنت يعني عملت اللي عليك وبتحاول تنمو واستمريت، لما جات لك حروب الشياطين هل انتهيت ولا واصلت القتال مع حروب الشياطين وربنا عطاك إكليل النصرة؟ الطريق إلى الله اسمه طريق الجهاد، طريق الجهاد. علشان كده هنتكلم النهاردة في نقطة مهمة جدا، الطريق إلى الله يحتاج إلى الجدية. يعني إيه الجدية؟ ما ينفعش إن أنا أبقى حار في الروح شوية وكسل شوية، ما ينفعش أصلي يومين وفي التالت أقول لأ النهاردة أنا تعبان ونام وارتاح يأتيك النجاح، ما ينفعش. طريق ربنا عاوز جدية. جدية يعني ايه؟ يعني تلزم نفسك بنفسك وما تسيبش نفسك للشيطان يلعب بيك ويخليك تستهتر. الاستهتار هو بداية السقوط. شوف يا أحبائي، الطريق إلى الله يحتاج إلى معالم مهمة جدا، وأهم هذه المعالم هي الجدية في الحياة الروحية.
في الحياة العادية كيف احتمل رجال الله قسوة الطريق اللي عايز يمشي مع ربنا؟ عايز يمشي مع ربنا، هتقول لي الطريق صعب والطريق كله وذئاب؟ هل انت استندت على المسيح والمسيح سندك سندة قوية وتخلى عنك؟ ده يقول لك لم أرى صديقا تخلي عنه ولا أولاده يلتمسون خبزا. انت حط في قرارة نفسك انا كده انا كده. القديس الانبا ميصائيل السايح 17 سنة صلوات وأصوام ومطانيات، وبعدين ولاده التلاميذ قعدوا معاه عايزين كلمة منفعة. قال له متى بدأت يا أبانا الحياة مع الله؟ شوفوا 17 سنة كلها دموع كلها مطانيات، واحنا بنسميه الأنبا ميصائيل السايح. قال لهم يا أولادي 17 سنة ولم أبدأ بعد، أنا لسه أنا أتعلم كيف أبدأ. ده أظن إحنا لو قسنا نفسنا على أنبا ميصائيل السايح يبقى عمرنا ما عرف نبدأ. 17 سنة ولم يبدأ بعد. الجدية في الحياة الروحية تحتاج التزام بالواجبات الروحية. مش ممكن واحد يكرس حياته لربنا أو عاوز يعيش مع ربنا وغير ملتزم بصلواته اليومية. يعني مرة مسأل واحد بقول له آخر مرة صليت إمتى يا أستاذ فلان؟ قال لي مش فاكر يا ابويا. مفيش التزام. طيب هل في السنين اللي فاتت دي ربنا اتأخر عليك ولا أثر معاك في حاجة ولا ولا ولا؟ لا، ربنا لما بيشتغل مع حد بيديله حتى لو كان وحش. ربنا ما يقصر. ربنا ملتزم، المهم انت كمان تلتزم. ده الكتاب يقول ان الله يشرق شمسه على مين؟ على اللي بيصلوا بس؟ على في الأديرة؟ على اللي قاعدين في الكنائس؟ لا، يشرق شمسه على الأبرار وعلى الأشرار. صدقوني ربنا بيستر حتى ناس الله ورجال الله المتعبدين اللي مستورين بربنا. إذا أصابتهم نكبة أو كارثة تلاقيهم فرحانين. أقول لكم شفناها إزاي دي لما نزلت السيول على دير السريان ودير البراموس. كنت تشوف منظر الرهبان، أنا آسف، اللي حاطط دي الجلابية في أسنانه، واللي ماسك جردل، واللي ماسك صفيحة، وفرحانين قوي وهم بينزحوا المية. يا أبونا الجرالكم ده، يقول لك ربنا فاكرنا. ده احنا نشكر ربنا ان ربنا ايه فاكرنا. ووسط المعمعة دي تلاقي راهب تاني عمال يمسح بلاط ولا بتاع ويعصر الخيشة ولا المعرفش ايه، وبيكلمش حد. ايه هو مش زعلان ولا مقموص؟ مشغول بمزاميره. التزامه الكارثة دي مش هتنسيه انه ايه؟ انه يصلي. ده من اعجب الحاجات ان كانت المية لغاية الركب، وتلموا 7 8 رهبان
وبدوا يوزعوا على بعض المزامير وهم في المي. صلي يستجب لك يا ابونا فلان، صلي للرب الارض يا ابونا علان، صلي للرب رعية يا ابونا حزقيال، صلي. وكل واحد ياخد مزمور وشغالين في التزام يا جماعة، في التزام، في التزام. انا هقول لكم على حاجة اتعلمتها من واحدة قريبتي، هي كانت ست كبيرة قوي. كان احيانا امي الله يرحمها تقول لها خدي نقينا الرز، فكانت تديها صينية وفيها ايه شوية رز، والرز لما بيبقى فيه طين كده يعني، معرفش هو الرز دلوقتي بطينه برضه ولا يعني، المهم يعني على ايامها كان الرز بطينه. المهم يعني، وكان العيال يجوا ستي تردش، احنا كعيال نقول لهم ايه؟ ستكم ترشط، ستكم ما بتسمعش. بعد شوية كده نديها نص ساعة من بعيد تشربي شاي، تقول لك طب معلقة سكر يا بنت الهرمة، ايش معنى دي سمعتيها؟ مش هي ما كانتش سامعة، هي كانت مشغولة، كانت ايه؟ مشغولة. الالتزام اللي بينها ما بين ربنا يخليها تركز، حتى لو هي سامعة مش هترد، في التزام، في التزام. الإنسان الملتزم، شوفوا بقى ماكسيموس ودوماديوس، دول أولاد الملوك بيناموا على ريش نعام ويهووا بن وروحة اللي هي ريش نعام كده، طبعا في قصر، يدوسوا على السجاد العجمي ويعني يطلعوا السرير بسنادة كده، يعني مش زي حالتنا نهبد هبد، ها؟ لكن دول عايشين. لكن لما طلعوا من البغدادة دي، لما طلعوا من البغدادة دي وراحوا الوادي، وراحوا وادي النطرون برية أنبا مقار، لم يتضرروا من النوم على الأرض. صعب انك تجيب ولاد الملوك تنيمهم على الارض. لكن اللي انا عايز اقوله، جابوا الواحد فيهم فرشة كده برضو، ده ابن ملوك يعني كده، فرفض وقال المسيح شابه اخوته في كل شيء. عايزين تميزوني ليه؟ وليه تضيع علي البركة اللي واخدينها اخواتي؟ كان السيد المسيح عظيما جدا، وانطبقت تعاليمه في الالتزام، والسيد المسيح أعطانا هذه الصفات. يوحنا المعمدان كانت مهمته أن يمهد طريق الرب يسوع، والناس اتلمت حواليه، وكان الناس يخرجوا له بالألوف، لكن كل اللي في عند المعمدان انه يمهد ويعد طريق الرب. والتلاميذ كلهم سابوه، حتى لما بقالوا تلميذين اتنين قال لهم روحوا اسألوه قولوا له انت هو الآتي ام ننتظر اخر، عشان يروح يشوفه وما يرجعوش تاني. عاوز يوصلهم دي ملتزم، ملتزم. ولما الناس اتلموا حواليه كده وقال له ياه عرفناك انت العظيم، قال لهم لست انا هو، انا صديق العريس، انا ملتزم بان انا اعد طريق الرب. كان يعد طريق الرب بالتزام. انت لما بتخش الكنيسة بتبقى ملتزم بان انت ببيت ربنا؟ طيب انت بتروح الكنيسة، وبتروح الكنيسة
ملتزم انك ترفع قلبك وقت الصلوات، وقت القداسات، وقت المزامير، في التزام. طيب هل ينفع تجيب قربانة وانت داخل وتحطها في جيبك وتخنصر لقمة لقمة وتحط ببقك ومحدش شايفك؟ أين الالتزام؟ الالتزام انك الكنيسة تكون صايم حتى لو مش هتتناول. طيب ينفع الملائكة ورؤساء الملائكة مالية الكنيسة والملائكة عمالين يستروا وجوههم من بهاء عظمة مجده، وانت رجليك وجعتك تروح قاعد لهمك ملائكة ولا همك قداس ولا همك محفل القديسين ولا فهمك؟ الالتزام، الالتزام. انا عايز اقول لك بس ايه، الالتزام يقودنا الى حياه، الى درجه عاليه من التمسك. القديس الانبا شنوده رئيس المتوحدين بدا يخش الله وحده وعمره 7 سنين، وعمل ايه؟ التزم بمزاميره لدرجه ان خاله انبا بيقول انا اروح اشوف الواد عامل ايه، يا ترى بيخاف لا يطلع له، يطلع له فار ولا يطلع له عرسه؟ الواد يتخض، عيل برضه 7 سنين، ولا تلاقيه نام اروح ابص عليه. راح عند الإلاية اللي مديها له خاله أنبا بيقول، ويبص عليه كده من البابان زمان كانوا يسيبوه فيها فوارق عشان التمدد والانكماش. لقى شنودة راكع بيصلي وشعاع من النور طالع من صوابعه ليس وصل لغاية السقف. ايه اللي وصل شنودة ابو 7 سنين ده الى الدرجة الروحانية العالية؟ الالتزام. وقت الصلاة هو وقت ربنا، وقت الصلاة اعطي ما لقيصر لقيصر وما لله لله. بتعمل ايه وقت الصلاة؟ يعني انا افتكر واحد جاني يعترف يقول لي شوف يا ابونا انا ابتدي اصلي من هنا والتتويب افضل التاوب كاني ما توبتش عمري كله، اخلص من التوبه اخش على الثانيه، يعني كل 10 متاومات في دقيقه انا يا ابونا، واخلص يا ابونا وانام على السرير تروح المتوبه. طب ما انت عارف، ما انت التزم، قول انا هصلي مهما حصلي، انا هصلي ولو قام علي جيش بألوية، انا هتمسك بربنا مهما حدث لي من ضواغط، مهما حدث لي من حروب انا هصلي. وقلنا قبل كده ان الصلاة هو صلة، صلة. ما ينفعش تكلم ربنا وانت بتتاوب، ما ينفعش تكلم ربنا وانت ساند على السرير. عشان كده عايز اقول الانسان الجاد والانسان غير الجاد. بولس الرسول يقول تعبت اكثر من الجميع لكي لا أكون أنا نفسي مرفوضا. أنا تعبت مستعد أتعب تاني، تعبت مستعد أقدم كل عمري، حسبت كل شيء نفاية، نفاية أنا آسف يعني زبالة، حسبت كل شيء نفاية لكي أربح المسيح. الإنسان الجاد، الإنسان غير الجاد. الغير الجاد أحيانا يصلي، أحيانا
بس يصلي واجب عشان يرضي نفسه كده ان هو صلى. يعني مرة واحد بيستخف معايا، دخلت بيته لقيت إزازة خمرة، بقول له بتشرب خمرة يا أستاذ فلان؟ قال لي هكذب عليك يا بونا. بقول له ازاي ترضاها؟ قال لي هقول لك يا بونا، انا بمسك الازازة بصلي عليها ابان الذي وفنشكر صنع الخيرات، وبعدين بغمض عيني واقول سامحني يا رب. قلت له كده بقت كده، انت بترضي مين؟ بترضي الانسان الجاد يقول دي تليق ودي لا تليق، دي تحل ودي لا تحل، دي تتسلط ودي لا تتسلط علي شيء. انا عارفين ده فكرني بواحد عنده 3 عيال حرامية. الشوية العيال الحرامية دول ولاد الراجل الطيب ده، راح في يوم من الايام سرقوا خروف وروحوا بيتهم، علقوا الخروف من رجليه وذبحوه وسلخوه وقسموه مربعة، الثلاثة كل واحد فيهم خد ربع، وخدوا الربع ودوه لابوهم. طب يا ابني ودوا الربع ده ليه؟ الكنيسة بتاخد المسروق؟ لكن الجدية في الحياة الروحية، الجدية في الحياة الروحية. اللي عايز يعيش مع ربنا ياخد الأمور ايه؟ جد، يلتزم. علشان كده احيانا يصلي الانسان بلا ارادة، يعني تراخي، اهمال، عدم جدية. فين حق ربنا عليك؟ فين حق ربنا في الوقت اللي ربنا مديه؟ فين حق ربنا في صحتك؟ فين حق ربنا في النفس اللي ربنا مديهولك؟ فين حق ربنا في عينيك؟ أنا سامع واحدة جارة تحتينا بتتخانق مع ابنها امبارح وبتشد في شعرها، قوم يا واد احمل الواجب. قال النهارده الأهلي والزمالك، مش هشوف. أنا عرفت إن الأهلي والزمالك يلعب من الإيه؟ من الولد. ليه؟ الواد عنده الأهل والزمالك أهم من الإيه؟ وأين حق الله؟ فين حق ربنا؟ علشان كده الطريق إلى الله يحتاج إلى جدية، إلى جدية. إنسان يسمع كلام ربنا وينفذ كلام ربنا بالحرف. إيه رأيكم في أبونا إبراهيم؟ إبراهيم بيحب ربنا جدا. ربنا في يوم من الأيام رضى إبراهيم وعطاله ولد، والولد كبر بقى عمره 10 سنين. حلو. بعد ما الولد بقى عمره 10 سنين حدث أمر غريب. إبراهيم قال له نعم، قال له ابنك. أيوة أنا عارف يا رب اللي أنت هتخليه أمم كثيرة وتتبارك به جميع الشعوب. أنا فاكر، فاكر وعدك يا رب، أنا فاكر. إسحاق، ما أنت اللي سميته. أيوة سحس، ابني الحبيب قلبي. قال له بس بص يا إبراهيم، قال له يا رب هتدي له منحة؟ لا، أنا عايزك تقدمه لي ذبيحة. أنت عطتهوني وما ما قالوش أنت نسيت أنك قلت لي كذا. لم يراجع الله في وعوده. حاضر يا رب. وبعض المامر بتقول انه خد الواد وروح، خد بعضه وروح ونام بدري يا ابونا ابراهيم، مش من عادته. وبدري دخل كده اسحاق نايم في حضن امه، واد يا اسحاق، واد يا اسحاق يا ابويا، تعالى عايز اقول لك على حاجه، تعالى نروح مشوار مع بعض. طلع الحماره، قال له حاضر يا ابويا.
حط شويه حطب فوق الحمار لو حاضر. قال له عوز خلقه جاز وولعها عشان ناخدها معانا. قال له حاضر يا ابويا. وهات احمى سكينه ها عشان ناخدها معانا. فاسحاق عرف ان طالما ابويا رايح يريح الجبل يبقى رايح يقدم ايه؟ ذبيحه. فاسحاق لقى سكينه احمى سكينه تلمى. قال له استنى يا ابويا لما سنها لك شويه. سن يا اخويا سن يا عم اسحاق انت بتسنها لمين؟ مش عارف. وهناك لما قرب يوصل ابويا ابراهيم ملتزم. ابويا ما نسيتش حاجة؟ لا يا والدي ما نسيتش. بس هي معاك يا ابويا نار وسكين وحطب. فين الخروف؟ في الأول قال له الله يختار له ذبيحة. وخد بعضه وشوية. قال له ابويا قال له في خرفان في الجبل اللي انت رايحه ده؟ قال له الله يختار، الله هو هيجيب خروف. ولما ألح إسحاق قال له ولدي يعز علي أقول لك أنت هو. شوف يا ابني ربنا طلبني إن أنا أذبحك أنت. نسمع الكلام؟ قال له يا أبويا افعل ما شئت. طبعا أنا بقول هنا ضعف بشري، ما شئت أنت مالوش نفعل ما شاء الله. وراح وعم إبراهيم ملتزم. تعالى يا إسحاق هات إيديك يا ولدي حطهم وراك. قال له حاضر يا أبويا. وكتفوا وزقوا على الحطب. بقى إسحاق نايم على الحطب. وحدث الأمر الغريب إن أبويا إبراهيم غمض عينيه ورفع السكين وهينزل على رقبته. بس لا ايده مش نازله. ايه ولا ايده جالها شد عضلي؟ ما كانش طلع الشد العضلي على ايام ابراهيم دي في ايامنا السوده، بس كثره الجلطات وكثره الامراض الاعصاب.